صار لنا سنين محرومين من ماء الشرب، هذا الماء الصالح للشرب محرومين منه نهائيا. فنريد نشوف الحالة وين يمن. يم رئيس وزراء ناسينا بس يعرفونا بالانتخابات، لو أعضاء البرلمان المنطقة اللي انتخبناهم، نريد نشوف اللي انتخبناهم وينهم؟ وينهم؟ احنا صار لنا بالعشر سنوات ضايفيننا ويا بوري الحسينية، بوري الحسينية 3 مترات تحت الأرض، بوري السعادة 500 متر فوق الأرض. نريد نشوف هسه احنا اذا ظلنا على هالحال صار 10 سنين ماكو، يعني بعد 10 سنين النوبه ماكو. زين رئيس الوزراء دا يفتر بالعراق كله، هاي السعاده مو إله. احنا ملينا من المناشدات والمراجعات، لا سيد المحافظ جانا وشافنا، لا سيد مدير الخدمات جانا وشافنا، لا اعضاء البرلمان جونا وشافونا. زين احنا المن يا دوله؟ عمي ملينا سوينا شاره. هاي المره جينا وقفنا باب الدارة والدارة ماكو استجابة، دارة ما كرابلة ودارة ما الأمل، احنا اثنينهن عليهن، لا الأمل الضخنة ولا الكرابلة الضخنة. زين عمي تعال سوينا شارة، جيبونا طيارات، جيبونا طرقاعة سوداء، احنا وين نروح؟ وين المن يا دولة؟ دولة رئيس الوزراء ما يجينا، دولة المحافظ ما يجينا، دولة الخدمات ما تجينا، زين النواب ما يجونا. هسه احنا هاي الدارة هل واقفين ببابها؟ لا يفتحون الباب، لا يخلونا نصور البوريات، لا هاي بوريات جبناها بطلب من المحافظة ومن رئيس الوزراء ومن التخطيط وكومناها، والسيد المهندس النقل إيهاب ما قبل يمتهن لنا، ولا سيد رعد خيري أمر يوقف على الحفر وعلى هاي. زين خيري هو مشروع مال بغداد، زين ليش ما يجينا؟ يعني هاي العالم كله مو بعينه، احنا بس السعاده واحد 14,000 نسمه، هاي ال 14 نسمه هاي كلها مو بعينهم؟ الى متى يا سياده الوزير؟ الى متى يا سياده رئيس الوزراء؟ الى متى؟ خلينا نشوف شهرتنا وين، شنو اللي راح تسوي لنا؟ كفيلك الله، صار لنا سنين ونعاني من هاي الماي، ليش هيجي؟ ويجونا بس بوقت الانتخابات؟ يا اخي ما يصير هيك، والله ما يصير هيك. هاي بس يصير ذني 5 اشهر 6 اشهر ذني يجن ذني مال الصيف ماكو هيك حكي، هيك تن العطش والله العظيم يعني ما صايره. يعني الناشد من؟ الناشد من؟ ماكو واحد ما دقينا بابه. اللي وين احنا هيك نظل؟ ما تدري اللي وين؟ وكل هالعالم هاي تشتغل كلها تشتغل عماله. ومنا تجينا هاي الدناكر، دناكر ما ندري بها هاي ماي يجينا منين ما منين. الحكومة هو يجينا حتى هذا بالدنكر، هو حكومي يجي ياخذ من يمنا فلوس. ترى هيك ماكو هيك وضعية. لوين نظل هيك احنا؟ لوين؟ المفروض هسه احنا نمشي على يمن، نمشي على مرمر؟ لو على يمن نمشي. على كنز فلوس، كلها فلوس هاي، وين يودونها؟ مو حرام عليكم؟ وين النواب؟ وين الحكومة؟ من ندق الباب؟ بعد يا باب ندقه، يا جهة. لا متى هيك نظل؟ احنا يوميا جايين هنا، اللي جاي يوميا روح للمحافظ، روح للنواب، روح ماكو هنا. انتم جايين تجون بكيفكم، انتم هنا ما عندكم امر. شنو هاي؟ مو وضعي هاي. انا اناشد اولا السيد المحافظ السيد محمد جابر عطا، وكذلك الاستاذ رعد خيري، وكذلك بالخصوص السيد كاظم اللي هو رئيس الوحدة الإدارية وقيم مقام قضاء الزوراء، بأنه شوي يلتفت إلى هذه المناطق. يعني ما أعرف هذه منطقة السعادة والكرامة هي معضلة؟ يعني ماكو أحد يقدر يحل هذه المعضلة؟ مخلي لي كاكياً بالشاعورة، تقدر أخذني كاكياً لو يجي الصيف واحد جماعة الحسينية يفتحون الكاك وظلت السعادة، واحنا كل صيف على هاي الاسطوانه، البواري ممدوده صار لهن سنتين هنا مكومات بالمجمع، ما حد يمدهن، ما اعرف المشكله وين المقاول، باقي الفلوس مالتهن ما اعرف. زين انت رئيس الوحده الاداريه ما تقدر تحاسبه، مجلس محافظه ما يقدر يحاسبه، ماكو اي دور لا لمجلس محافظه ولا دور رقابي، كذلك المجلس النواب، اعضاء المجلس النواب اللي انتخبوهم معامل وين لكم دور؟ يعني هاي البواري الى متى تظل هنا مكومه؟ يعني هاي معضله تسوي لكم مشكله؟ ما اعرف وين. اجى الصيف واجت الدناكر وقام يبيعون علينا مي. يعني معقوله احنا ماكو مجلس محافظه تقدر هاي تمد هاي البواري اللي ما بين مسافه 1000 متر؟ ما اعرف وين. احنا نناشد بالخصوص
السيد المحافظ السيد محمد جابر عطى شوي خليل التفاته الى منطقة المعامل، بالخصوص منطقة السعادة والكرامة. ترى ملوا من هالاسطوانة كل صيفية وعلى هالحالة، لو نلزم حراسات على الكاك هناك نوقف لو ما يجينا مي. يعني اولا احنا منطقة السعادة والكرامة هي انضافت الى خدمات الى مجلس محافظة بغداد، واحنا الان في سنة 2023 نترس دناكر. احنا من 2005 2006 نترس دناكر، لليوم نظل نترس دناكر للمي. المي احنا قطعوه علينا، قطعوه علينا من الكاك الرئيسي على راس الشاعوره والحسينيه، هذا يجون يسدونه يقفلونه من عندنا ويوجهونه على الحسينيه وعلى الشاعوره، احنا هاي ندري بها كلها، وما حد يجي يسوي لنا طريق على هال شو اسمه. احنا منطقه قاطعنا العطش خاصه الحي العسكري، هاي صار كل سنه احنا بالصيف من شهر الرابع نهايه الرابع لحد الشهر التاسع مي ما عندنا، فما يصير احنا زين. منو اللي مسؤول على هذا المي؟ منو؟ زين هاي مو البواري، هاي البواري موجوده اللي هنا، زين هاي البواري موجوده وما حد يشتغل، زين اليات موجوده كلها كامله، يعني الى متى نظل احنا الى متى؟ يا اخوان يا عالم، ادري انتم البرلمانيين، انتم اللي انتخبناكم، انتم اهل الحسينيه، يعني رحمه ما عندكم؟ ما يصير ترى هذا الحكي، ما يصير، لازم باسلوب تجونا مثل اعطونا مي مي يعني بالاسبوع يوم، بالاسبوع يوم ما اريد، اريد بالاسبوع يوم بس، اريد نترس تانكيات. ليش احنا التانكر يجي غلطات ورزايل بالدنكر وبفلوس، بفلوس التانكي، التانكي ب 4000 دينار، تانكي 1000 لتر ب 4000 دينار، هذا مصرف جديد. زين شنو مصرف علي؟ زين انا شو اشتغل؟ موظف اني؟ دنكر حكومي بيعني. زين مو موظف اني، ترى مو موظف حتى اجيب هالفلوس، انا منين اجيبها؟ هذه المسائل هاي ما يجوز علينا. ترسون تناكر؟ تناكر نترس. تناكر يجيبوا لنا المدني، يجيب لنا من المشروع مي كله طحالب وكله ديدان وما تعرف شنو المي، زين ويبيعه والتنكر الحكومي يجيب لنا بفلوس، فلوس تانك 1000 لتر، 1000 لتر ب 4000 دينار، زين يسدون على مود، يسدون المي على مود يبيعون علينا مي من الدائره. للسعاده والكرامه هاي البوريات صرفوا لنا اياها، عندنا معاناة مي ما عندنا، زين وهاي البوريات صرفوها لنا صار 6 أشهر مطروحة بالمحطة، ليش ما ينفذونها؟ ليش ما يربطون لنا اياها؟ وما عادين بيها من العام مشمورة هنا واللي هسه، نريد نعرف شنو السبب، واحنا كاتلنا العطش، دناكر ماكو، مي شرب ما يجينا، وين نروح؟ شنو نسوي؟ يعني الداير ما دايرك، بوري واحد رابطين بيه 5 مناطق؟ 5 مناطق تروح تنطر على البوري بالليل تخاف يجون يقتلونك، تخلي لك 3 4 على البوري بس تجي للبيت سدو، حولوا للحسينية، حولوا للشاعورة، احنا شنو ذنبنا؟ شو نسوي؟ نكض لنا بنادق ونوقف يعني على المي؟ زين سنة 2023 رحمة الوالديك، وين احنا؟ بالثمانينات منطقة السعادة طاب وصرف من الثمانين وما بيها مي، ليش؟ شنو احنا مو طابو ونط ضرائب ونط رسوم ومنطقة، ليش ما بيها مي؟ شنو السبب؟ ليش؟ زين وريد تنظرونا وتشوفون حالتنا ويا اللي يجي ينفذ هذا المشروع، وليش ما يتنفذ وليش متوقف؟ على مو شنو متوقف؟ بوريات موجودة، آليات موجودة، يعني شنو تريد الأهالي تجي؟ الأهالي تسوي البوريات؟ احنا بقضاء الزوراء حسينية المعامل سابقا، نبتدي من الخدمات، الشارع العام اللي يشوفوا قدامكم محفر صار اكثر من سنة ونص عبرت، ولحد الان الشارع ناشدنا وملينا وبزعنا وماكو اي استجابة للشارع، لا من محافظ لا من قيم مقام، نهائيا الامر ما نعرف شنو وين، رغم فلوسا انصرفت. هاي اذا نجي على الشارع تجي منتزهات ماكو بهاي المنطقة، تريد لك فت منتزه للشباب، ساحات فارغة لا فت منتزه لا فت شيء للشباب،
تجي ناحيه المي، والله العظيم الناس حاليا جاي تركض وتلهث ورا بالدنكر ما تحصله، يا ريت تحصله وتحصلها مي وتغسل وجوهها بيه، ماكو لا مي اكو. تجي مجاري على اساس بلطوها وسووا لها مجاري، الاهالي اشتروا الماطور على حسابهم وكل ساعه واقف الماطور وما يدفع مي، وغطاس غطاس جديد مبدلين وغطاس مبدلين. احنا بيا عصر يعني نرجع للعصر الحجري، نحفر ابار ارتوازيه ونجيب غير سيارات نمشي على الحصونه، يعني والله رجعتونا لورا من دون الناس. يعني هاي مناطقنا مناطق الاطراف اللي ما حد جاي يشوفها للاسف الشديد، ما تشوفون لبسوا لكم نظارات، لبسوا نظارات وباعوا، خاف ما تشوفون الواقع اللي تعبان اللي يعني يرثى له، والله العظيم ناس فقراء ملت من العطش، مي ماكو. احنا بصيف بتموز كهرباء جاي تروح وتجي ماكو، مبردات ما تشتغل، سبالت ما تشتغل، ما تقولوا لي ليش ما تباعون هاي. احنا منطقة السعادة قبل كنا تابعين ديالة، اصلا ضمينا على بغداد، اي خدمات ماكو، ابسط شيء المي، مي بالصيف ماكو، نعاني من المي. اليوم صار شهرين مي ماكو، دناكر ومي بير تانك ب 3000 دينار والناس تعبانه هنا. تجيك المستشفيات تعبانه ماكو، عندنا مركز صحي تابع لدياله علاج، تروح تقص باص بالدياله يعطيك براسيتول، لو شرب لو اكل وماكو. تصير عندك حاله بالليل توجه للمعقوبه للبغداد، ماكو اي خدمات. عندك السياحي، عندك السياحي يومي حادث صاير بيه، قصوا حفره وما جاي يشتغلون بيه، شنو السبب ما حد يعرف. وابو دياله جاي يشتغل كم شغله، وبغداد لحد الان ما مشتغل. عندك من ابو زياد البازي خانه لحد السعاده شارع تعبان، حوادث يوميه بيه، طريق الموت صار زين. واحنا اهم شيء عندنا السعاده مي ماكو، مي دمرنا خاصه منطقه حي الكرار، ماكو مي بالشتاء، مي فيار بالصيف ماكو، نعاني من المي. المدارس، المدارس ثلاث دوامات. انا اللي احكي لك، انا حارس مدرسه شط العرب، مدرستنا كامله كل شيء ما بيها، وجانا كتاب عليها تفليش، والمنطقه تقول خاف يفلش وخاف ما يبنوا المدرسه، وظالين حايرين لحد الان. عندك مدرسه سامراء اشتغلوا بيها، فلشوا الكاشي ولحد الان ما مفرشينها، قالوا ترميم ولحد الان ما مشتغل بيها. عندك شط العرب قالوا مده سنه نسلمكم مدرسه جديده، ولحد الان ما مباشرين بيها، وظل الناس حايره. هسه احنا خايفين، عندنا مدرسه شط العرب كل شيء ما بيها، كون تجي وتشوفها. اجوا مقاول من الوزاره قال المدرسه غير صالحه للطالب، لازم تفلش، حملوا المدير مسؤوليه، لازم مدرسه شط العرب تفلش. احنا خايف يفلشونا وما يبنون لنا مدرسه، بيش حاله شلون؟ طلابنا وين تروح؟ والناس كلها تعبانه هنا. عندنا عدد مدارسنا قليله بالسعاده. اهم شيء عندنا المي، مي ماكو. نطالب رئيس الوزراء مي ماكو. احنا بصراحه نعاني من زمان، اللي عندنا البلديه اصلا ما تجينا، نفايات بالشوارع ظاله، المجاري تكرم ظاله بالشوارع، لا غطاس لا ماكينه يجيبوننا، كله من الاهالي هاي خاصه الله شاهد، كله خسائر من جيابنا احنا، ما حد يجينا. الناشد الشرفاء، الناشد الاهالي الغيره يجوننا يباعون علينا على حالنا، غطاس يا الله شاهد، احنا بيناتنا احنا اللمه، يعني ما حد يجوب، روح عليهم يقول لا والله احنا بعدنا ما مستلمين هذا المشروع، المشروع بيه فساد، يعني كل شيء بيه. الماي عندنا نقص، شوف هذا منا الحفر، نحفر ونرجع وكل شيء ماكو، نريد لنا صوره حل. شوفوا لنا تاره، قالوا والله لا تسوون شافطه، اكو تجاوز على الماي، يابا ما يخالف احنا وياكم، راح نشيلها، ما شالوها. بس الدناكر تفتر علينا، ما يصير هيجي، احنا نريد صورة حل. الناشط كل شريف، كل واحد عنده غيرة يباوع علينا على حالنا، احنا ناس فقرة ما عندنا منين نجيب. اذا هو الدنك بيعينا ب 5000 البرميل واحد، يطلع ببلاش هو انه ما يطلع ببلاش، يبيع علينا بيع. احنا رحنا عليه هسه باكر عقبه، يعني مشروع مال ماي عصى على الدولة مضخة، ما يجيبون لنا 400 تدفع لنا زايد حتى يضحي الوادي، ما يصير هيك. وش يحط بجيبه يا استاذ العزيز؟ اذا هو الدنك ياخذ منه 25، هي كلها بفلوس، ما يطلع ببلاش، ما يجي ببلاش. عم مدير المحطه عندهم خلال 6 اشهر يقبض له 300 400 مليون،
واحنا هاي حالتنا وبعد كيفكم. والله استاذ، هو وينكم مسؤولين؟ وينكم مسؤولين؟ وينكم برلمانيين؟ يعني العالم هي تنتخبها، هي وينها؟ انت بالنسبه لك تدري، يعني انا ابني بال 2011 2 بشهر الثاني راح المدرسه وحاله وفاه، صغوا السلك بشارع المدرسه 3 ايام ما يجون يسوون السلك، ماكو مسؤولين. هاي منطقه مهموله، منطقه حي العسكري مهموله، بالنسبه للسعاده مهموله، خدمات ماكو، مي ماكو. انت من سكان هاي المنطقه صار لهم 20 يوم مي عدا ناكر، زين مي مالح، يعني الوضعيه تعبانه. في لك الله مي سبح ماكو، هسه مي ارو ماكو، قاطعين يعني هنا يصفون من مي البواري، يصفون مي ارو، مي ارو ما شرب ماكو. هسه انا مشتري الكرتونه مال مي ارو في سبيل نمشي يومنا بيه. زين واحنا ناس عمال، يعني تطلع لك ب 20,000 وتقعد لك جوز 3 ايام 4 ايام راح تحصل لك شغل يوم يومين بالاسبوع. زين وضعيه تعبان، وضعيه مهمله، مسؤولين ماكو، يعني الوجهاء مال المنطقه منعتب عليهم، المفروض يحركون هذا الشيء ويمشون، هم احد يمشي. يعني حيل وضعيه تعبانه، وضعيه لاخر درجه تعبانه. زين ماكو لا رئيس وزراء مثلا يطلع على هاي المنطقه يشوفها يسال عليها، يعني منطقه معروفه هي منطقه السعاده وحي العسكري زين والشهداء، منطقه معروفه يعني هي. ما مسؤول جاي زايرها، ولا محافظ جاي زايرها، ولا واحد جاي شايف الخدمات مالتها التعبانه. كل خدمات اللي بيها تعبانه، من كهرباء الى مي، يعني حيل حيل تعبانه استاذ. هاي بالنسبه للسياحه لا سؤال في الفساد اللي صار بيه، صار له كم سنه سياحي، والسياحي ذاك وضعه حفره منه ومنه، وسبب حوادث جاي تصير بسبب السياحي، حوادث حيل فاضحه، يعني بشر هواي راح بيها على السياحي، السياحي حفره منه ومنه وتركوك كلاوات بكلاوات، شغل ما بي. بغت بالنسبه للسعاده صارت كم سنه تعاني من تبليط، وتبليط كلاوات، يعني تبليط كفيلك الله كلاوات، بس المغاوليه مستفادين، وهاي الارصفه وهاي دير الكاميرا مالتك، دير الكاميرا مالتك، شوف اكو هيك منطقه يعني ساكنه بهيك مكان، يعني خربه، هي هاي خربه يعني يعتبر، يعني التبليط مو في شيء مهم يعني. زين مدارس مفلشه، 3 دوامات، بالنسبه لهاي كابينات يعني الحركات لهم، بنكات ما بيها، رحلات تعبانه. عاده تعاسه، مو ما بيها ماي. والله تعاسه، لا بيها ماي، لا بيها مسعول واحد، ماكو. ظلينا هاي كتلنا العطش وكتلنا الضيم. شو تسوي؟ ناشد من؟ منو؟ والله جاي نشتري دناكر، من هالدناكر هاي الوثقة أم مال بيار وش اسمه وشغلة تعبانة في النار. شو تسوي؟ وين تروح؟ وين توجهك؟ والله أستاذ يعني العالم كانت تلجوع هنا ومي ماكو، العالم يعني اللي يطلع حصر عليه يومية 15-10,000 قابل يخلصوا على الدناكر والمي. والمسؤولين او المسؤولين يجيك وقت الانتخابات، يعني وقت الانتخابات يجيك يدور من يمك اصوات، وحتى الانتخابات نفس الحاله، ترجع يوخذ لك المي يومين ثلاثه ويقطع. فهي نفس الحاله، هاي احنا كل صيف نفس الروتين نفس الحاله، انا اقول لك بالشتاء شوي يجي لك مي، هم مرات والله حتى بالشتاء ماكو. فنفس الحاله الدناكر، يعني حتى هاي الحكوميه مدينه، يعني هي حكوميه اللي توزع مي ببلاش، يعني ترس التانك يغلب 3000 4000. وهاي حال الضيم حالنا، يعني ومي ماكو، ونفس الروتين كل مره. هاي الصيف احنا لو نروح نشتكي لو نروح هالمنطقه كلها تتجمع، يضخ لك يومين ثلاثه ويقطع نفس الحاله. ونشكركم ونشكر قناتكم المفضله اللي وصلتنا، واحنا نطالب معاناتنا، نطالب الشرفاء ونطالب الخيرين. اولا خدمات من ناحية المي ماكو، يجي بالأطراف على الشارع العام، وهاي المنطقة من هناك كانت لنا العطش، نثرس التانكي ب4000 و5000، وكلها ناس تعبانة وعمالة يشغلها بأسبوع يوم. وإحنا نطلب من الله ومنكم ومن أي واحد شريف وعنده غيرة على شعبه يوفرون المي. الله شاهد ورسوله، أنا لحاجتك رجال ضرير، ونثرس التانكي مثل هذا ب5000 يومية، وكل هاي الناس اللي تشوفها ناس عمالة يشتغلها بالسبوع يوم يومين، ومرات ما يشتغل. والله احنا اولا نطالب الجهات الرسمية، ونطالب قيم مقام، ونطالب المسؤول المحطة، الناشدة مناشدة انسانية،
بتوفير الماء، لان تعبنا حيل ومرنا تعبانه، مو تقول امورنا متحسنه ونقدر نشتري الماء ونشتري كذا، احنا امورنا تعبانه. وهاي الناس اللي تشوفها كلها ناس عماله، يوم بالاسبوع يشتغل واسبوع قاعد. دنتر يا اخي ابن عدام ما يدلطيني 5000، خليه يدفعن زين بالبوره. عم لا يودينا دنتر، خليه يدفعنا بالبوره حتى يوصلنا، يدفعنا بالبوره يوصلنا وجزاه الله خير الجزاء. بس عم ما يدفعنا، تعرف ليش ما يدفعنا؟ لان عمي اموال هائله. الا اريد نحسب 35 دنتر كله بالدنتر، يطل المدير 25000، يعني ما يقارب 750 باليوم. هاي عمي تجاره، تجاره عمي. يطينا مي، احنا هسه صار لنا 6 اشهر احفروا نزلوا جيبوا حطوا، ملينا. الناشد من؟ الناشد من؟ اناشد نجيبه؟ اناشد من مثلا؟ اريد له مسؤول شريف اناشده؟ اريد له مسؤول يطلع يقول يابا معاناه المواطن، يعني يجي نبرت الانتخابات يعلق له 50 60 بوستر او كل دد 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 المروجين وغير المروجين. عم اريد مي، كل شيء مريد، لا اريد تبليط ولا اريد نفايات يشيلون هن، اريد بس مي نغسل. الناشد كل شريف، كل واحد حافظ طعمه، مسؤول حافظ طعمه، يجي يشوف هاي الحاله اللي احنا نمر بيها. عم ما عدنا، ما عدنا، ما عدنا، عم ما عدنا، ملينا عم، ملينا ملينا. اي اي هذا نوجه النداء واستغاثه الى السيد محافظ بغداد والسيد مدير ماء بغداد رعد خيري ومدير ماء الامل والكرابله. طبعا صار نحن شهرين هاي هذا الشارع والشارع اللي ورانا وهاي المنطقه شهرين ما عندنا مي. هل من المعقول يعني عراق بنهرين كبيرين عظيمين يعاني من شحه المي؟ طبعا بالمناسبه احنا صار شهرين نملي من السيارات الحوضيه الاهليه، وانا المتحدث اصابني مرض جلدي لحد الان اعاني من عنده، حتى يمكن بزعت من العلاج ومن الأطباء وغير الأطفال اللي يعانون من هاي الأمراض الجلدية. فما نعرف يعني إحنا المشكلة وين، يعني إذا مسؤول ما يستطيع أن يوفر المي ليش باقي بالمنصب ماله؟ خلي يترك المنصب لشخص آخر يستطيع أن يوفر اللي هي أبسط شيء والمي. ما معقولة يعني، معقولة والله العظيم ما أعرف يعني، حتى الكلمات عزت، حتى احنا بعض الالفاظ ممكن ان تطلع من السياق الاخلاقي من وراء ذول الناس اللي هم ما اعرف شلون توصفهم. حتى الاوصاف اللي هي يعني هسه احنا حتى المي اللي يجيبونه بالمناسبه انه حتى السيارات الحوضيه ذن الحكوميه بالمناسبه يجيبونها ورا الدوام، يجيبونها خابط المي تلغ فيه الكلاب والحشرات، ومي غير صالح للاستعمال البشري. ما معقولة يعني مي موجود والمشروع طبعا رحنا، يمكن استاذ امير راح ما ادري ما راح، المهم النائب كامل عنيد راح ووقف على المشروع وشاف المشروع مملي للاخير بي مي. وين ليش هذا؟ اذا اكو ضخ يظل مملي للاخير. ما نعرف شنو المشكلة وشنو الغايات من استهداف الناس والتعطيش العالم. والله ما أدري أنا، حتى لساني يعجز عن الوصف عن الكلام. وهاي العالم يمكن هسه لأن الجو حار والدنيا الظهر ما قدرت تطلع هسه. هذا التانك ب6000، هذا ب6000 بالمناسبة. ترى المي مو صالح للشرب، مو صالح للشرب، لا مي غير صالح للشرب. احنا خوب ندري، يدرون الجماعه كلهم يدرون الاخوان، نشتري مي مال شو اسمه، مي ارو. هم المي ارو مشترى، وهم المي اللي للاستعمال الاكل وغيره والملابس والغسل هم نشتريه بفلوس. احنا طبعا اكثرنا راح نبيع بيوتنا، لان ما نقدر شو اسمه، اذا هو ما عندك مي انت ما نضل بعد عيشتك شلونها يعني. أطفالك متأذين، كل أطفالنا أصيبت بأمراض جلدية، إحنا متأذين، ما نعرف هسه الحل وين ندري وين. هسه الرئيس وزراء ما يدري بهاي القصة؟ معقولة ما يدري؟ يعني أنا بالنسبة لنا إحنا هذا شهرين، شهرين بالضبط مضبوط شهرين ما عندنا مي نهائيا نهائيا. حتى المضخات مال المي اللي عندنا بعد خب ما شفناها ولا اشتغلت عندنا.
احنا نريد حل، نريد حل، مو يوميه بس نطلع مظاهره ورا يومين ثلاثه ضخونا مي وبعد فتره توقف الضخ. ليش؟ ما حد يدري. هي هذه قضيه العطش او شحه المي، مو شحه، يلقون شحه، الشحه معناها شنو؟ يعني يجيك فتره وينقطع فتره، لا هو مقطوع اصلا. اصلا ماكو مي بالبوري نهائيا، ما عندنا مي صار شهرين متتاليين.